اليمنى يقاوم ويحارب، يحاول أن يراوغ ويمرر ويسدد، جاءته على طبق في المكان المناسب. أول أهداف رياض محرز هذا الموسم في دوري الأبطال أمام شختار في الدقيقة 25، كرة القائم ورجعت لرياض، دي بروين في الاسترجاع، غوندوغان الدفاع سد، ثم من هنالك جابرييل يطلبها من هنالك اللاعب غوندوغان، ورياض يخرج من المراقبة وبوم، هدف مقابل صفر لمانشستر سيتي من إمضاء رياض محرز في الدقيقة 25 من عمر المباراة. بشق الأنفس بعد صعوبة كبيرة، العبوا كما شئتم، تأتيني فرصة نحطها في الجول. رياض محرز يفتح مجال التسجيل ويفتح عداده هذا الموسم. على جهة اليمنى رياض دخل، رياض دخل، رياض راح، رياض دخل، بينية خطيرة، با 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 جول. أعطيوا الكرة لرياض يفعل ما يريد، استلمها دخل حطها لغوندوغان وجول في الدقيقة 38 من عمر الشوط. رياض سجل جول ورياض منح جول، أول هدف من رياض وثاني الأهداف من غوندوغان. على الجهة اليمنى استلم بيسراه، مرر، غوندوغان حطها باليمنى في الجول، رياض مراقبة رائعة حطها لغوندوغان. أوي 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 أوي، سرعة فائقة ورؤية جيدة وهدف رائع.